طيب استاذه وفاء جيزه اتفضلي، واستاذه حنان تعود الاتصال بينا. استاذه وفاء اتفضلي. ايوه طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في عمرك ويجازيك عنا خير يا رب. يا رب يا رب يا رب. كنت بستاذن حضرتك، عندي سؤال. اتفضلي. بابا توفاه الله من اكتر من سنه، رحمه الله، ان شاء الله في فسيح الجنات يا رب، اللهم امين ان شاء الله. هو قبل ما يتوفى بكام شهر كنا عايزين نتكلم ان احنا ما كانش عندنا مدفن، بس هو كان مشترك في المدافن بتاعه البلد بتاعتهم. ووالدتي كان عندها مدفن بتاع والدتها، بس هو كان رافض يدفن فيه. طيب فقلت له يا بابا طب احنا دلوقتي ما ينفع، احنا مش عايزين ندفن في المدافن الجماعيه، احنا المفروض لنا مدفن خاص بينا. نعم. فقال اذا كان كده ماشي، لو هنشتري مدفن يبقى انما دفن في المدفن بتاع جدتك. نعم. هو جه توفى قبل ما احنا نشتري المدفن. نعم. واتدفن في المقابر بتاعه الجمعيه. نعم. احنا دلوقتي اشترينا مدفن خاص بينا، ولا تيجوا جنب الكريم المعزز اللي ربنا سبحانه وتعالى تطفيه، سيبيه زي ما هو. يعني لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ان احنا نخرجه، لو الاموات لهم حرمه، احنا لا نخرجه الا لشيء به نحافظ على تكريم هذا الجسد، لكن كونه دفن في مدفن واحنا شايفين ان هو كان بيتمنى يدفن في مدفن تاني، هذا لا يجوز لنا ان ننبش القبر وان نخرجه من مدفنه، لا يجوز. هو ان شاء الله في مثواه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى جعله في نعيم مقيم، إن شاء الله نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ولا نخرجه من هذا المدفن. نعم.